وإلى رصد الحالة المرورية مع حضراتكم، نشوف تطبيق جوجل مابس بيقول لنا إيه النهاردة. بنبتدي مع حضراتكم بأكثر الطرق حيوية ومؤشر أيضا لحركة الطريق، طريق صلاح سالم العروبة، ونظرة كمان من أعلى الخريطة كده على الطرق المحيطة أيضا بطريق صلاح سالم. بنشوف معاكم لأنه الطرق المحيطة بتطلع كمان على طريق الأوتوستراد من الطرق أيضا حيوية، والموصلة أيضا لكوبري أكتوبر وأيضا المحاور الجديدة. طلعنا على كوبري أكتوبر، أسفل كوبري أكتوبر في بعض الكثافات امتداد صلاح سالم. كوبري أكتوبر في الاتجاه المتجه ناحية مطار القاهرة ومصر الجديدة مدينة ناصر في كثافات عالية إلى متوسطة بطول الكوبري. في اتجاه ميدان التحرير في كثافات متوسطة. كورنيش ماسبيرو باتجاه ميدان التحرير من محور 26 يوليو في كثافات عالية إلى متوسطة. نحاول نتجنب هذا الطريق بالطرق طبعا البديلة المتوفرة دلوقتي. طلعت المحور من عند الزمالك، الدنيا رايقة الحمد لله، ممكن ان انتوا تاخدوا الطريق ده، وحتى الطلعه من عند كورنيش ماسبيرو رايقه لحد دلوقتي، لكن الاتجاه المتجه ناحيه ميدان التحرير وانت جاي من عند شبرا كده في كثافات عاليه الى متوسطه. المحور متجه ناحيه ميدان لبنان في كثافات عاليه الى متوسطه، لكن الكثافات العاليه فيه اكتر، يعني ده مؤشر على ازدحام الطريق، وان هو مؤشر ان هو بعد قليل كمان ممكن يشهد كثافات اعلى. نحاول ان احنا ناخد برضو الطرق البديله وتوصلوا بالف سلامه. نحاول نخلي بالنا قدر المستطاع بين السرعات المقرره، مش عشان الرادارات لكن عشان سلامتنا وسلامه اسرنا، وكمان نخلي بالنا من مسافات الامان قدر المستطاع. وبنبه يا جماعه على الدراجات البخارية، أرجوكوا تخلوا بالكم من حياتكم وحياة الغير، لأنه بيبقى فيه بقى بعض الاستعراضات كده في الشارع احنا في غنى عنها علشان سلامة الجميع.